هي سيدة أعمال في الستين من العمر، تنتمي إلى البرجوازية السنية السورية، عرفت بنضالها ومعارضتها النظام السوري، وهي شخصية بارزة على مستوى الوطن العربي. تألقت في مجال ريادة الأعمال، إنها مجد جدعان، أخت زوجة ماهر الأسد، والتي هاجمت بشار الأسد بعبارات قاسية، فما قصتها؟ ولماذا تهاجم رئيس النظام السوري؟ بدايتها كانت لا تنم عن وجه آخر يستطيع أن يقف في وجه دولة بأكملها. كانت فتاة ترسم وتخطط لمستقبل واعد في وطنها المجيد بين أغصان الزيتون الذي تحبه، إلى أن أصبحت مجد جدعان معارضة قوية، لكن رغماً عنها قادتها شقيقتها إلى دائرة النظام السوري، فأختها منال هي زوجة ماهر الأسد شقيق رئيس النظام. مجد جدعان روت عن واقعة لم تنسها يوماً، حدثت معها في بيت عائلة الأسد، تحديداً يوم زواج أختها في العاشر من آذار عام 2003، فأثناء تناول الغداء وقع شجار بسيط بين بشار ومجد، التي أصرت على أن مواد البناء الحديثة المستعملة في الهندسة المعمارية أكثر فعالية من المواد الطبيعية. وكان رئيس النظام بشار الأسد يخالف مجد الرأي، ثم ضاق ذرعاً بسبب تشبثها وتمسكها الشديد بموقفها، فأشهر أداة حادة في وجه مجد جدعان، إلا أن زوجة الأسد تدخلت لتحمي مجد من كارثة كانت محتملة. ورأت مجد أن بشار الأسد يخال نفسه ذكياً جداً، لكنه في الحقيقة محاط بأشخاص يؤيدون توجهه، مشيرة إلى أنهم مذنبون، فهم يدعمون وهمه باتخاذ القرارات غير الصائبة. مجد جدعان درست هندسة الديكور في لندن، حيث عاشت مع والدها، وكان له تأثير كبير على وعيها السياسي، فتقول: كان دائماً يحدثني عن سوريا وعن نضاله السياسي، حيث كان معارضاً للأسد. وفي بداية تسعينيات القرن الماضي سمح لعائلة جدعان بالعودة إلى سوريا رغم الخلافات، وبعد 20 سنة على أول لقاء بين أختها منال وماهر الأسد، انتهت مجد بالقبول بعلاقتهما التي توجت بزواج عام 2003. وطيلة تلك الفترة عايشت مجد عن قرب دائرة الحكم، وبالنسبة إليها فإن بشار هو الوجه اللائق والمتحضر للنظام، في حين يمثل ماهر وجهه الأمني والقمعي. في عام 2001 اكتشفت مجد حقيقة العائلة عندما قررت تأسيس مدرسة خاصة، فاعتمدت وقتها قانوناً يرخص لها إنشاء المدرسة، لكن الإجراءات أظهرت احتمال أن تكون مصممة للإيقاع بها في فخ لكي تكون تحت رحمة الأسد، فالقانون سلاح ذو حدين، ظاهره غير مخالف وباطنه البطش بمجد لتقع فريسة للأسد.